الحمد لله الكريم المنان الذي أكرمنا بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان، وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان، يسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان، وضمن حفظه فهو محفوظ بحفظ الله من الزيادة والتبديل والنقصان. أحمده على ذلك وعلى غيره من نعمه التي لا تحصى، وخصوصا نعمة الإيمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننال بها الغفران، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حث على تعلم القرآن وتعليمه والتفكر فيه وتفهيمه والعمل بأحكامه والوقوف عند حدوده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مشايخنا الكرام، ضيوفنا الفضلاء، أبناءنا الطلبة، نحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلاً وسهلاً بكم في هذه الاحتفالية التي تقيمها الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية لأول مرة في تاريخها، تكريماً وتحفيزاً وتشجيعاً لحفظة كتاب الله العزيز. هنا نلتقي لتكريم أوائل حفاظ القرآن الكريم على مستوى دولتنا الحبيبة ليبيا، والذين تفوقوا في امتحانات حفظ القرآن الكريم التي تشرف على تنظيمها الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الإنقاذ الوطني. بفضل الله سبحانه وتعالى وبمنه وكرمه وبحضوركم معنا هنا، سيتم بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك الاحتفال وتكريم أبنائنا من الطلبة حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى المتحصلين على العشرة الأوائل على مستوى ليبيا في إجازة حفظ القرآن الكريم لسنة 2015. نكرمهم وما نقدم لهم إلا قليلا مما يحتاجونه من الكثير منا من التقدير والاحترام والوفاء. فالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تتشرف برئيسها ومدراء إداراتها وموظفيها وكل العاملين بها من مكاتبها، أيضا من صندوق الزكاة والمعهد التخصصي للدراسات الإسلامية، كلهم يزدادون شرفا بتكريمهم لأبنائنا الطلبة من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الكريم الذي هو دستورنا، ونفتخر بحفظنا له وإتقاننا لحفظنا له. فأبناؤنا الطلبة في كل البلدان في ربوع العالم جميعاً ليتسابقون ليتحصلوا على التراتيب الأولى في جميع البلدان وفي جميع أصقاع العالم بفضل الله سبحانه وتعالى. الإخوة الحضور جميعاً، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم لنتشرف بتكريم القراء حملة كتاب الله تبارك وتعالى، هذا الكتاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى أعظم نعمة على أهل الإسلام. ولقد امتن الله سبحانه وتعالى بتعليم القرآن على عباده قبل أن يمتن عليهم بخلق الإنسان، فقال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. هذا الكتاب الذي هو رحمة الله وفضله، الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه في قوله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن الذي من نور الله قلبه فضله على متاع الدنيا كلها، وصرف الله عز وجل نظره واهتمامه عن زخارف الدنيا وزينتها إلى تفيؤ ظلال هذا الكتاب الذي جعله الله هدى للعالمين. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه ومصطفاه صلوات ربي وسلامه عليه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. أوتيت كتاب الله والسبع المثاني، فهل تنظر بعدها إلى هذه الدنيا وزخارفها؟ هذا الكتاب الذي ما أكرم أهله في بلد إلا وعزت وسادت وحلت عليها بركات الله تبارك وتعالى ورضوانه، وما أهين أهل هذا الكتاب وحملته في بلد إلا ضربها الله سبحانه وتعالى بالذل وبالآفات وبالابتلاءات جزاء وفاقا، لأن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حثنا وحضنا على إكرام أهل القرآن. وإذا كانت الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، فما ظنك بكتاب الله تبارك وتعالى؟ أيها الإخوة الكرام، نتشرف اليوم ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بخدمة أهل القرآن، وأن يكونوا في المحل اللائق بهم، وتطلعاً وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقيم حروف هذا الكتاب وحدوده، لا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا باتباع شريعته، كتابه سبحانه وتعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما فهمهما سلف هذه الأمة الكرام، وأن يمن علينا بالرخاء والأمن وجمع الكلمة على الحق في بلادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن على بركة الله تعالى نبدأ تكريم حفاظ كتاب الله العزيز الذين تحصلوا على التراتيب الأولى في امتحانات القرآن الكريم للعام 2015. نبدأ مع الطالبة أو الحافظة أو الشيخة التي تحصلت على الترتيب العاشر، وهي أسماء رمضان غيث الترهوني من مكتب أوقاف طرابلس، إذا كان هنالك من ينوب عنها. نعم، إذن هذه الأخت أسماء رمضان غيث الترهوني تحصلت على الترتيب العاشر على مستوى دولة ليبيا، وهي تتبع مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية طرابلس. أما بالنسبة للترتيب التاسع فقد كان من نصيب الأخت تهاني عطية أحمد بادي من مكتب أوقاف مصراتة. إذن كما ذكرنا كان الترتيب التاسع من نصيب الأخت تهاني عطية أحمد بادي من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية مصراتة. أما الترتيب الثامن فقد كان من نصيب الطالب أو الشيخ علي مسعود سالم حميد من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية غريان، فليتفضل. نعم. الله فيك يا شيخ، شيخ لو سمحت. إذن الترتيب الثامن هو من نصيب الشيخ علي مسعود سالم حميد من مكتب أوقاف غريان. هذا الشيخ هو كفيف البصر إلا أن قلبه نور على نور، وقد تحصل على الترتيب الثامن في حفظ القرآن الكريم كاملا على مستوى دولتنا الحبيبة ليبيا. أما الترتيب السابع فقد كان من نصيب الطالب أو الشيخ محمد خيري مصطفى بن يوسف من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية طرابلس. نحن بدين من العاشر ولا؟ الآن محمد خيري. إذن كما ذكرنا الترتيب السابع كان من نصيب الشيخ محمد خيري مصطفى بن يوسف من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية طرابلس. نتمنى من الضيوف الكرام أن يبقوا معنا. أما الترتيب السادس فقد كان من نصيب الشيخ عبد الرحمن يوسف سعيد سعيد من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية زليتن.
تقول الفلوس شيء. إذن كما ذكرنا الترتيب السادس كان من نصيب الشيخ عبد الرحمن يوسف سعيد سعيد من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية زليطن. أما الترتيب الخامس فقد كان من نصيب الشيخ محمد جمال مختار أبو ختالة من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية مصراتة. إذن كما ذكرنا الترتيب الخامس في امتحانات القرآن الكريم على مستوى دولتنا الحبيبة ليبيا للعام 2015 كان من نصيب الشيخ محمد جمال مختار أبو ختالة من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية مصراتة. الترتيب الرابع كان من نصيب الشيخ علي صالح محمد محمود من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية زليطن. إذن الترتيب الرابع كان من نصيب الشيخ علي صالح محمد محمود من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية زليطن. أما الترتيب الثالث فقد كان من نصيب الشيخة عائشة بشير علي أزليطني من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الخمس. إذن كما ذكرنا الترتيب الثالث في امتحانات حفظ القرآن الكريم كاملاً على مستوى دولتنا الحبيبة ليبيا كان من نصيب الشيخة عائشة بشير علي أزليطني من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الخمس. أما الترتيب الثاني فقد كان من نصيب الشيخ عبد الحميد محمد سليم أبو فارس من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية مصراتة. ونذكر من جديد على ما جاء من السيد رئيس الهيئة أن المتحصلين على التراتيب الأولى لهم حق التعيين على درجة الوظيفية الثامنة. إذن الترتيب الأول وهي الشيخة التي تحصلت أو الأخت التي تحصلت على الترتيب الأول في امتحانات حفظ القرآن الكريم كاملاً على مستوى دولتنا الحبيبة ليبيا للعام 2015 فقد كان من نصيب الشيخة فاطمة عبد السلام محمد المرابط من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية زليطن. ويستلم عنها نعم وليها. وقد كانت نسبة نجاحها 97.875. طيب أبو ختالة محمد جمال مختار تفضل استلام الهدية النقدية. إذن بهذا وصلنا إلى ختام حفلنا هذا. لعلنا إذا كان هنالك إضافة أو كلمة أحد المشايخ عليك. إذن حضورنا الكرام مشاهدينا في كل مكان وصلنا وإياكم إلى ختام حفلنا الكريم. نسأل الله عز وجل أن يمن على الجميع بحفظ كتابه والعمل به، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه، وإلى أن نلتقي في احتفالات أخرى لتكريم حفظة القرآن الكريم الذين هم أهل الله وخاصته. نترككم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله لو سمحتم عندنا وجبة إفطار الآن، وجبة إفطار لو سمحتم شاركونا.